اسعد الله صباحكم ويا هلا فيكم حبايبي. من وين؟ من ميلانو. ابو عيسى وين راح تسكننا في ميلانو؟ انا اقول لك اسكن في ميلان ستيشن في محطه القطار. ليش؟ حق التنقل حبيبي. تقعد من النوم تتريق تركب قطارك وتروح منطقتك. تبي تروح والله فلورنسا، تبي تروح فينيسيا، تبي تروح كومو، تبي تروح غاردا، تروح اي مكان من هالفندق هذا. اسم الفندق غلام. الحين راح اسجل لكم وثبتوا عليه. احسن مكان وغرفته كبيره 23 متر. يلا بينا. هذا فندق غلام من داخل. الغرفه مالته مساحتها 23. الافطار يكون هني تحت محطته. ليش انا انصح فيه؟ صراحة فندق يحسسك ان انت قاعد فندق، مو اي كلام فنادق. هذه الغرفة. الوانة هادية. وهذه محطة القطار. هذا الباص السياحي تحت فندق غلام. هذه المحطة مالته، تاخذه من هني عند محطة القطار. هذا فندق غلام. بس سهلات كل شيء حواليك، ما تدري شيء في ميلان. اركب اول يوم الباص هذا. اول ما تطلع بساحة دومو، اسم المحطة دومو. هذا مجمع جاليريا، وهني صوب زارة، والحلويات هني في مطاعم فيها حلويات. وهذه المحطة اسمها دومو. سهلات من الفندق ثلاث او اربع محطات. من يقول لك دومو انزل على طول ما تضيع. اول ما تخلص تدش المول مال جاليريا، وعندكم كافي شوبات في وايد. في هذا الكافي شوب، هذا بالسنتر كافي شوب جميل، احلى قعده. وفي من وراه، وفي كافي شوب براده حلو، وفي حلويات قلت لكم صوب زاره حلوين. هم كلهم بلكونات، يعني هذا هم الحلو اللي عليه بلكونات هو اللي عليه طلب. من العالم ما تقدر تصور. هذا الكافي شوب مال البرادة اللي فوق، صعدونا من هالدخلة هذه ويلا بينا. أول ما تدش قعدات، هني حق البار وهني حق الشوكولات. احلى فيو راح تطلع كذي. حلوياتهم داخل هني تحصل، بس على البلكونه ما تحصل. خوش طاولة حصلنا. نصيب النصيب، كل واحد ياخذ نصيبه. على السنتر النص.
الساعة كرتين واثنين قهوة 46 يورو. إذا جيتوا من هالشارع كذي حصلتوا هذا الشعار مال المبنى. هذا الفندق، هذا فندق فخم. تدشون كذي حق الساحة وتدشون من هني حق الساحة. يعني إذا افتغيتوا دام مدار الساحة هذا الخلف الساحة. ناس ما يينا من هني الحين هذول شارع الماركات. وحين يلا بينا هني كل الماركات على مستوى عالمي. خاطرك الماركات مو موجودة إلا بإيطاليا في محلات، يعني في أكثر محلات البراندات هني موجودة، يا تكون هني بإيطاليا يا تكون في لندن. هنا من هني وتكمل سيده. هذا ساعات ما ساعات. هذه أوميجا شانيل. تاخذون يمين وشمال. حبايبي الوجه المقارنة بين اسبانيا وايطاليا ما في مقارنة يا جماعة. الفرق بالمقارنة بشغلة واحدة، بالمواصلات. مواصلات ايطاليا ارخص مواصلات على مستوى اوروبا. ايطاليا وحدت كل قطار مالها بستة ونص يورو، يعني كل منطقة لمنطقة بتروح بستة ونص. اما باسبانيا اي تنقل مالك ما يتعدى 18 يورو، والقطار ما يغطي المنطقة كاملة. بإيطاليا يغطي المنطقة كاملة بإيطاليا القطار، والسيارة حمد وصلك وحمد أرخص. بإسبانيا يغطي أربع مناطق اللي راح يودي لك إياها، من برشلونة لمدريد، ومن ملقة يوديك لإشبيلية لقرناطة لقرطبة. هذول هم التكلفة مالتهم من 18 يورو إلى 28 يورو التكت الواحد، يعني بحدود 15 دينار شخصين يطلع لك 30 دينار. هذه تكلفتك أغلى. اي منطقة بتروح من ملقة بتروح والله مغربية ولا بتروح اي منطقة حواليك يمها تبعد 45 دقيقة المشاوير ملوتها، راح تاخذ عليك بحدود من 75 يورو الى 80 يورو، يوصل ل 100 يورو اذا كان بالزحمة. فايطاليا ارخص بالتكاليف، اما بالفلوس نفس الشيء. ادام في تستخدم انت العملة اليورو نفس التكلفة. دخلكم هذا الشارع. احنا جينا من شارع الماركات، من هناك جينا هم هذا كله خلف دومه، كله من خلف. هنا راح تصير هذا الساحة. كل شيء حواليك هي الكنيسة جاية بالنص بالواجهة، وما تطلع من محطة القطار إذا خذيت يسار راح تروح هذا المكان، وإذا خذيت خلفها على طول راح تيجي هذا المكان، وإذا خذيتها من صوب زاغة راح تروح تعرفون السندويشات الملفوفة هذه كذي بالصيخ كذي كأنها هوت دوغ محشية، هذه حلوة هناك تلاقونها عند زاغة. بعد شوية راح أروح أنا، بس الحين بروح شيشة بعدين أيكم. أقرب شيشة هني 900 متر. نفس الشيء نفس الشارع نفسه اللي تو مصورينه. وين توصل مانجو في دخلة هني عند ماكس مارا، أو هذا ماكس كو. كيف الشبات عند شركة الأبل
خوش كافي شوب. تعايت ابو اللي مسويته هنا فوق دام دارك على طول خلف الكنيسة على طول ما تساحة دومه. اما الحين للتوضيح، اذا شفت الكنيسة كذي تمام، اذا شفت العالم تصور من قدام هذا يعني انا بظهر المكان، العالم قدام قاعد تصور هذا ظهره بالضبط ظهر المبنى. راح تمشون هنا قبل ما توصل عند الكنيسة في هذا الشارع انا اذكركم فيه، وهنا قاعدات هم الحلوة هم مطاعم كف شبات. شلون يا ابو عيسى في حرامية ولا ما في حرامية؟ لا تخلي جنطتك تهدها وتمشي عنها، جنطة سفر، جنطة باك، جنطة ايد، كل شيء كل شيء خليه يمك. يعني خاصة ميلان او حوالين ميلان لا تفكر تهد اغراضك، ركز انه في حرامية. مو تقول والله دير امان، لا انا حذرك، اغراضك ما تخليها حتى تليفونك دير بالك. حبايبي اللي يسأل عن المقاهي ملوت الشيشة، اقرب شيشة عندك اذا صار المبنى ذاك الجاليريا على يدك اليسار تروح على يدك اليمين، هذا شفت هالتمثال هذا العمارات اللي على يدك اليسار مقاهي شيشة، موقع الشيشة يكون على اليمين، تاخذون على اليمين وتكملون سيدة خلف المبنى، هو بالضبط من هذا المبنى، اسمه مراكي. مراكي شوف المتعب التصميم، شوف وهذول كله لوحات داخل يا رباه. هذا الجامعة هذه غير تصميم ما تقدر ما يوصف، والله ما يوصف. الحياة بالليل وايد حلوة في ميلان والجو أحلى، متعة التمشي في ميلان بالليل متعة، بس لا تاخذ وياك بنات ودونك بداهية. شوف شوف هاي مشكلة، مشكلة مشكلة كبيرة، بيج بروبلم. خلصوا لك الميزانية حتى لو بيومين، يومين يخلصوا لك اياها. انصح تجربون هذا المطعم، بيتزات باستات كل شيء، مزغلة جربوا هذا وادعي لي. كيكة الليمون عمرها خربانة خلاص. عند وين هذا؟ رجعنا مرة ثانية آخر قهوة بالليل، هذول اللي حبه قلبك تراميسو، ترى شيء كل تراميسو ترى فيها واين، يعني لا احد يقول لك والله تراميسو عاديه كيك، ترى فيها خمر، ركز معاي. نفس المكان هذا محل الحلويات، وهني محل الحلويات والقعده ثاني، كلهم مساحه دومه. هني مشهورين بالحلويات هذولا، هذه الحلويات بس المحل الثاني اللي يسويها هو. مو هذا هو، مو هذا هو، هذا شيشة. ولا هذا، ترى كلهم قعداتهم حلوة يعني. مال الساحة، هذا اسم المكان، اسم الحي، وهذا الشارع، شارع ماركات هو، هذا شارع الماركات، وهذا الشارع الثاني. دي الأورسول، أنتوا تاخذون هذا الشارع.
تاخذون هذا وتروحون سيده، بعدين تروحون في غبر صغير قاعدين عنده امن كف شبات مطاعم. بس كذي دشينا احنا السوق، كذي تقدر تروحون مطاعم كف شبات، وتقدرون كذي تروحون مطاعم كف شبات. هذا الشارع المشهور وحاطين اللوجو ماله على التلفزيون. هذا الصبح ومساء تعشون فيه. كل مطعم احلى من الثاني. تشون كذي بعدين تروحون يمين. هم في نهر صغير نهايته، هم مطاعم كف شبات يقعدون هم عنده. من كف شبات الحلوة حق الغيوك هذا صراحة قعدته حلوة وأكله وسويته حلوة. العالم توا الحين قاعد تطلع. اسعد الله مساكم ويا اهلا فيكم حبايبي. من وين؟ من ساحة دومو. الحين بلشت الجولة الثانية، لازم الحين تروح وين؟ بريماك، ما بريماك تتمشى منوت، خل حقي ما يهدونك منوت المكياج، احسن طلت كافي شوب. فاليوم الثاني لازم لفة ثانية نفسها. اليوم الثالث لازم تروحون اوتلت، مع اوتلت تطلع اماكن حلوة شوية بعيدة. ميلان موقع السياحة، ميلان موقع الانطلاق مات السياحة، يعني منبعين في واحد. يعني كل يوم تروح اوتلت، بتروح ورا فينيسيا، بتروح والله جاردا، بتروح كومو، اي مكان شئت من محطة الستيشن ميلان. ميلان ستيشن هذه التحكم المركزية، فتنطلق ترى رحلة راح تكون وياك اي مكان محدود من ساعة ونص لساعتين بالكثير، يعني من اولها لاخرها. يعني لو فلورنسا ساعتين ونص. الحين السريع القطار السريع ما خلى شيء، كل شيء قرب يمك. كومو ما كومو ساغت 40 دقيقة 35 دقيقة، لوغانو ساغت 45 دقيقة، فينيسيا ساغت ساعتين، وين تبون؟ غاردا ساغت ساعة ونص، يعني ما خلى شيء. وسعر التذاكر يا جماعة بلاش 6.5 يورو، والله تلف أوروبا كلها ما تلاقي نفس القطار هذا. فتمتع يا صاحب، إيطاليا نمبر 1 في السياحة بالأوفر بالمبالغ، بس مشكلتها بالفندق بس. يا جماعة حرصوا على جنطتكم ملابسكم، خل لا تخلي الجنطة للخلف، جنطتك تحط فيها جوازك، حط أغراضك، خلي أغراضك كلها بالفندق. يعني اقول لك هي امان مو امان، بس حرص، لان في وايد ناس تقول لك يعني انت وانت قاعد تمشي حاط جنطتك شويه وانت قاعد تصور، يعني يقول لك لا تخلي جنطتك. يعني الدوله يبين ان الامار ياخذها وياه وينحاش، خاصه اهل سكوتر اهل السياكل، فما تقدر يمديك تلحقه، اما تستوعب انت يكون هو مشى باقي اغراضك وينحاش. فحرص على اغراضك. وين تنصحنا نروح اي يوم؟ يعني اذا رحتوا انتو كومو ولا رحتوا لوغانو، خلصتوا من اوتلت، في منطقة قريبة يمكم ساعة ونص اقل من ساعتين اسمها بحيرة جاردا، منطقة سيرموني. منطقة سيرموني هذه جميلة وايد،
مشهوره بالمكان مالها الحلو والبيوت الحلوه والزهور الحلوه وبحيره. طريقه التنقل ملوتها من هناك عن طريق البوت، تروح لها بالقطار ساعه ونص تنزل بعدين تركب البوت، عندك البحيره قدامك، في تنقل عندك شويه مناطق بعيده، بس مناطق بعيده في لهم بوت يوصل لهم، فروح بالبوت وارجع شوف الوقت مال العوده مالتها. في مناطق وايد، واحده اجمل من واحده، فاكتب بس جاردة بالبحيره جاردة راح يطلع لك كل الاماكن الحلوه. لي جاردة ما لي جاردة، اذا صعدت للشمال انت اقصى الجنوب تروح الشمال. شوف حبايب، كل اماكن السياحه في ايطاليا راح تلاقونها على اليوتيوب، كلهم موجودين. تبي كومو، تبي لوغانو، تبي سويسرا، تبي اسبانيا، تبي البرتغال، تبي لفندي، لا مو لفندي، البانيا، تبي اي مكان، تبي كروزات، كل شيء موجود عندك حق السياحة. شوف وطالع واسأل باللي تبي، اي انطلاقة عندك في ايطاليا راح تلاقيها عندي بالملف. سافورة ما سافورة، زارة ماخذ يمكن مبنيين، هاي ثلاثة اكبر قدام، هذاك اكبر واحد فيهم. اتش عندهم بنتون ماكس مارا وايد، هم كل يوم يتغيرون يعني. حبايبي ام 3 لما تيجي تاخذون ام 3 هو يوديكم ساحة دومو ويودوكم السنترال ستيشن، بس تلحق بس على طول. رقم ام 3 اصفر يوديك محطتك ويرجعك من المحطة حق دومو، لون اصفر.